نذهب إلى معرض الكتاب، والمعرض القاهرة الدولي للكتاب مبهر، إقبال الناس بصراحة مبهر. أنا بتكلم على في اليومين الأول والتاني 162 ألف مواطن راحوا. محدش يقول لي الناس ما بتحبش القراية، حتى لو كانت تتجول بس بين أروقة المعرض، ففكرة إنها ما هو أنت ممكن تتجول في مول، لكن أنت رحت تتجول في معرض كتاب كتب. فكرة بقى إن الشباب ما بيقراش، اعتقد ان ده اكبر نفي لذلك. فكرة انه الناس كلها بقت اونلاين، ده مش حقيقي، الناس رايحة للكتاب الورقي، ومعظم الضيوف كانوا او الزائرين من الشباب، شيء مبهر لدرجة ان طبعا كان في اعتراضات على الزحام، والمجلس والمعرض هيئة المعرض نزلت بيان طلبت الناس على طول تلبس الكمامات، وممنوع حفلات التوقيع الكتب، لانه لما بيكون الكتاب بيعملوا حفلات توقيع كتب بيبقى فيه ازدحام رهيب. فكرة ان انا مصر على توقيع كتابي، طب ما ده يا جماعة ده فكرتنا القديمة عن حب الكتاب، ان الكتاب يكون موقع. الشباب يريد ان يقرأ، وفي القراءة حياة. فالحقيقة انه يعني نشوف هذا التقرير، انا سعيدة جدا بمعرض الكتاب. موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 لليوم الثالث على التوالي. بيشارك في المعرض 1218 ناشر أجنبي وعربي من 25 دولة، دول إفريقية وأسيوية وأوروبية، وكمان بيشارك 756 جناح في هذا المعرض. طبعا هذه السنة استثنائية، دورة استثنائية، يحسب للمصريين، يحسب للهيئة العامة للمنظمين إقامة هذه الدورة. بالنسبة لنا هي كسر لروتين سيء وكان جدا قاسي والسنة ونص اللي مرت، فنتفائل خيرا، يعني إن شاء الله نعتبرها بداية مرحلة جديدة نستعيد فيها عافية مهنتنا وأعمالنا. احنا مشاركتنا، احنا كل عام بنشارك معرض القاهرة الدولي لأنه من أهم المعارض العربية. احنا بنقدم كتب أدبية وكتب دراسات أدبية، روايات، قصص، شعر، عندنا بعض الكتب الأكاديمية. طبعا لا، دي أول مرة أجي وأول مرة وانبسطت جدا، وفي أنواع كثيرة من الكتب، وده كان شيء حلو، واشتريت كتب حلوة، وأكتر كتاب عجبني ده. هو أنا أول مرة أجي هنا المعرض، وإحنا عشان في كوارنتين وكده، فقلنا إن إحنا نعمل هواية جديدة أو حاجة جديدة إن إحنا نقرأ. مبادرة ثقافتك كتابك أطلقتها وزارة الثقافة، بتضم كتب باختلاف أنواعها، وبتتراوح سعرها ما بين جنيه لعشرين جنيه، وده طبعا علشان يشجع الجمهور للقراءة والمعرفة. حجم المبيعات في اليوم الأول والثاني وصل لأكتر من 62 ألف جنيه. كل سنة بستفاد حاجة أحسن من السنة اللي قبلها بصراحة، يعني هو هنا الكتب والكلام على أعلى مستوى. في كتب كتير جدا بتبقى على تخفيضات وكده، في فرص مكاتب دور نشر من بره مصر بتكون موجودة هنا، بنعرف نجيب منها كتب مباشر بدل وسطاء وكده. اشتريت كتب كتير، اشتريت الدكتور محمد خالد توفيق ولأحمد يونس، كمان كان في ناس كتير بتعرض الكتب بتاعتها بطريقة حلوة. لأول مرة وجود معرض افتراضي موازي بتقنية 3D، بيتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيا على المنصة، فضلا عن شراء الكتب إلكترونيا وتوصيلها حتى المنزل، وده حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. نسمة شفعي، كلمة أخيرة. الشباب بيقرأ، بس نديله الكتاب.